السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الحبيبات، طالبات الصف الخامس. اليوم إن شاء الله سوف نشرح الدرس السادس من الوحدة الأولى بعنوان تقريب الكسور العشرية. هدف درسنا نستطيع تقريب الكسور العشرية إلى منازل مختلفة. نفتح مع بعض الكتاب بيج 35. سؤال حل وشارك. في مختبر العلوم سجلت هند من تجربة الأعداد التالية: 12.08 أو 12.8 جزء من 100 و 12.5 أجزاء من 10 و 12.13 جزء من 100 وأيضا 12.87 جزء من 100. طالب مني إيه في السؤال؟ أي الأعداد أقرب إلى 12 وأيهما أقرب إلى 13؟ وكيف يمكنك معرفة ذلك؟ لو جيت سألتك أسئلة قبل بداية الحل، لازم طبعا نعرف من طريق قرايتنا للمثال، لازم أعرف المعطيات الموجودة عندي والمعلومات الموجودة عندي في السؤال وأيضا المطلوب مني في السؤال. أول حاجة، ما المعلومات المعطاة عندك في المسألة؟ أحسنتي، هي الكسور العشرية هي 12.08 و12.5 و12.13 و12.87، ودي كلها المعلومات اللي هي سجلتها هند من تجربة. طيب عايز اعرف ايه ما المطلوب مني في المسألة، او ما المطلوب فعله بهذه الاعداد او الكسور العشرية. عن طريق الكسور العشرية اللي عندي او الاعداد اللي عندي، ان انا اقدر احدد ما اذا كان كل عدد منها اقرب الى 12 ام اقرب الى 13. طيب لو احنا عايزين نحدد الاعداد الاقرب من 12 واقرب من 13، ما الادوات التي يمكنك استعمالها لتساعدك على حل المسألة؟ احسنتي، هو خط الاعداد كما هو مرسوم عندي في المثال. نيجي مع بعض. ممكن طالبتين تحل المسألة، كل طالبة تحلها بطريقة مختلفة. الطالبة الاولى ممكن تستخدم خط الاعداد وتوزع الكسور العشرية على خط الاعداد. نلاحظ هنا خط الأعداد يبدأ من 12 وينتهي عند 13، لأن الأعداد اللي عندي أو الكسور العشرية اللي عندي بتنحصر ما بين 12 وما بين 13. طيب أول حاجة عايزين نمثل 12.8 أجزاء من 100 على خط الأعداد، يبقى هو بعد 12 بشوية ومثلها واكتب عليها 12 وتمن أجزاء من 100. نيجي بعد كده نمثل اللي بعديها 12.13، برضو هيكون بعد 12.08 بشوية وهنكتب 12.13. طبعا كل الأرقام دي تقريبية على خط الأعداد. عايزة بعد كده أمثل 12.5 او 12.5، هيكون فين ال 12.5 ديت؟ نجد انه بيقع في المنتصف ما بين ال 12 وال 13، واكتب عليه 12.5. نيجي بعد ذلك عايز امثل 12.87 جزءا من 100، 12.87 جزءا من 100، هيكون اقرب من ال 13 تقريبا، هيكون هنا واكتب 12.87. الطالبة الاولى استعملت خط الاعداد لتوضيح ان ال 12.8 اجزاء من 100 وايضا ال 12.13 جزءا من 100 هتكون اقرب الى، احسنتي، ال 12. لكن ال 12.87 من 100 هي اقرب الى ال 13. نيجي مع بعض الطالبة الثانية او تحل بطريقة اخرى. هتقرب الكسور العشرية اللي عندي الى اقرب عدد كلي، هتقربهم الى اقرب عدد كلي. اول كسر عندي 12.8 اجزاء من 100، نلاحظ ان الزيرو في منزلة الأجزاء من 10،
طبعا الزيرو من الأرقام الفقيرة. نسترجع مع بعض الأرقام الفقيرة، هي الزيرو 1 2 3 4، وهي ما بتديش لأي أرقام أي حاجة. أما الأرقام الغنية 5 6 7 8 9، معنى أن موجود عندي في الأجزاء من 10 هي 0. إذا الزيرو لا يعطي للتويلف أي شيء، فهينزل زي ما هو 12. نيجي عند الكسر الثاني، 12 و13 جزءا من 100. نلاحظ أن الوان في منزلة الأجزاء من 10 من الأرقام الفقيرة، إذا لا تعطي للتويلف أي حاجة، فبتنزل العدد كما هو. نيجي عند الكسر 10 الثالث، 12 و87 جزءا من 100. نلاحظ أن الإيت موجودة في الأجزاء من 10، إذا هي من الأرقام أحسنتي الغنية. بتضيف لي للتويلف 1، هتصبح عندي 13. يبقى فعلا 12.87 أقرب إلى 13، بينما الكسرين أو العددين الأخرين هما 12.8 أجزاء من 100 و12.13 جزءا من 100 أقرب إلى 12. نيجي مع بعض نشوف مثال، انظر مجددا. ما نقطة المنتصف بين 12 و13، وهل تلك النقطة أقرب إلى 12 أم 13؟ نجد أن نقطة المنتصف اللي احنا رسمناها هي ايه؟ أحسنتم، هي 12.5 أو 12.5. إذن نقطة المنتصف هي 12.5. هل تلك النقطة أقرب إلى 12 أم 13؟ أحسنتي، هي ليست أقرب إلى 12 ولا أقرب إلى 13، لأن هي تقع في المنتصف. إذا ليست أقرب إلى 12 ولا أقرب إلى 13. نيجي مع بعض في السؤال الأساسي، بيج 36. في التقريب نستبدل عددا بعدد آخر يحدد القيمة التقريبية. قرب 2 أو 2.36 جزءا من 100 إلى أقرب جزء من 10. هل 2.36 أقرب إلى 2.3 أجزاء من 10 أم إلى 2.4 أجزاء من 10؟ قال لي يمكنك أن يساعدك خط الأعداد على تقريب كسر 10. طيب إحنا هنا في خط الأعداد يبدأ من 2.3 أجزاء من 10 وينتهي عند 2.4 أجزاء من 10. حدد لي في نقطة المنتصف 2.35 جزءا من 100 في المنتصف. بعد 2.35 جزءا من 100 جي بعديها 2.36 جزءا من 100، هو الكسر اللي عايزنا نقربه لأقرب جزء من 10. نيجي مع بعض نشوف هنقرب الكسر ازاي. 2.36 جزءا من 100. قال لي أول خطوة عندي إن أنا بحدد منزلة التقريب. هنحدد منزلة التقريب إن أنا بضع تحتيها خط وهي الأجزاء من 10. حطيت تحت 3 خط. تاني خطوة عندي بشوف أو بنظر إلى الرقم الموجود على يمين منزلة التقريب وهو 6. نلاحظ أن 6 عندي هي من الأرقام الغنية أم الفقيرة؟ نلاحظ هي من الأرقام الغنية. اتفقنا الأرقام الغنية هي تبدأ من 5 و6 و7 و8 و9. إذن 6 عندي هيعطي لل 3 1. إذن الأرقام الموجودة على اليسار أو على يسار الرقم اللي أنا بقربه هينزل كما هو. 2 هتنزل، وطبعا البوينت 3 هتصير 4، 6 هعوض عنها بزيرو. ممكن أستبدل 2.40، هستبدلها ب 2.4، يعني أشيل الرقم أو أحذف الزيرو اللي موجود عندي، سواء الطالبة كتبته أو ما كتبتوش، طبعا مفيش أي خطأ فيه. نيجي مع بعض نشوف هو كتب لنا إيه في المثال والحل.
اول حاجه قالك الخطوه الاولى حدد منزله التقريب، انظر الى الرقم الموجود الى يمين منزله التقريب 2.36، حطينا خط تحت السري وهي منزلة الأجزاء من 10. تاني خطوة عندنا قال لي إذا كان هذا الرقم 5 أو أكبر من 5، بس إحنا بنسهلها على بعض شوية ونقول الأرقام الغنية والأرقام الفقيرة. نكتبها لها، نكتب هنا الأرقام الغنية هي 5 6 7 8 9، أما الأرقام الفقيرة لا تعطي شيء للرقم هي 0 1 2 3 4. هنا بيقولي إذا كان هذا الرقم 5 أو أكبر من 5، أضف 1، بضيف 1 إلى رقم التقريب اللي أنا حطيت تحتي خط، وإذا كان الرقم أصغر من 5 أترك الرقم التقريب كما هو لأنه بينزل كما هو. بما أن 6 اللي هو على يمين الرقم أو منزلة التقريب 6 أكبر من 5، إذا بضيف إلى الرقم 3، طبعا بضيف لها 1. الخطوة الثالثة وهي احذف الارقام الموجودة يمين رقم التقريب او زي ما اتفقنا ان احنا بنعوض عنها باصفار. اذا يقرب 2.36 جزء من 100 الى 2.4 اجزاء من 10. اذا نلاحظ ان 2.36 اقرب الى 2.4 اجزاء من 10. نيجي مع بعض في سؤال اقنعني. قال محمد ان 448 يقرب الى 500 لان ال 448 يقرب الى 450 وال 450 يقرب الى ال 500، هل هو على صواب؟ وضح اجابتك. قال لي استعمل خط الاعداد في توضيح في توضيحك. نلاحظ هنا ان ال 448 هل هو اقرب من ال 500 ام ال 400؟ احسنتي، هو اقرب الى ال 400 لانه هو حتى ما عداش ال 450 اللي هو المنتصف. اذا كلام محمد صح ام خطا؟ احسنتي، لا، محمد ليس على صواب. عايزين نعرف السبب، لان على خط الاعداد 448 اقرب الى ال 400، احسنتي زي ما شفنا، منه الى ال 500. اذا 448 يقرب الى 400. نيجي مع بعض نفتح كتاب بيج 37 مثال اخر. قرب 3.2 جزءا من 10 الى اقرب عدد كلي، وهل 3.2 جزءا من 10 اقرب الى 3 ام الى 4؟ جايب لي هنا خط الاعداد بيبدا بالعدد 3 وينتهي عند 4. وزع او حدد على خط الاعداد 3.2 جزءا من 10، وطبعا في المنتصف الكسر العشري 3.5 أو 3.5 أجزاء من 10. هلاحظنا إيه هنا؟ لاحظنا إن 3.2 جزءا من 10 أقرب إلى 3 وليست أقرب من 4. نشوف مع بعض. أول حاجة هنكتب 3.2 جزءا من 10. أول حاجة بحدد منزلة التقريب، بحددها طبعا الارقام كلها اللي قبل البوينت دي بسميها العدد الكلي، سواء كان رقم 1 أو 2 أو 3 او هكذا. حطيت خط تحت منزلة العدد اللي انا عايزة اقربه اللي هو الاقرب عدد كلي، واتفقنا الارقام الكلية او الاعداد الكلية اللي بتبقى قبل الفصل العشرية او قبل البوينت. بعد ذلك بننظر الى الرقم الموجود الى يمين منزلة التقريب، وهو لاحظنا انه 2. التو هنا من الأرقام الغنية أم الأرقام الفقيرة؟ أحسنتي، من الأرقام الفقيرة. إذن لا تعطي أي شيء للثري أو للرقم اللي أنا عايز أقربه، فبينزل كما هو وحط البوينت
وسواء عندي الرقم عندي فقير او غني بعوض عن الارقام عامة اللي على يمين الرقم اللي تحتيه خط او رقم المنزلة التي اقربها كلها اصفار. نيجي نشوف الخطوة الثانية، هو قال لي ايه؟ ان كان هذا الرقم 5 او اكبر، يعني الرقم فقير او غني زي ما احنا عارفين، اضف 1 الى رقم التقريب. وان كان هذا الرقم اصغر من الفايف اللي هي الارقام الفقيرة، اترك رقم التقريب كما هو. بما ان التو اللي هي الفقيرة اصغر من الفايف، اترك الرقم 3 كما هو زي ما احنا نزلناها. الخطوة الثالثة، بحذف الارقام الموجودة الى يمين الفصلة العشرية او احذف الفصلة العشرية، يعني ممكن ان انا اشيل البوينت عندي ونزل 3 كما هي. طيب هل هالبنت الطالبة اللي ممكن تكتب 3.0 او 3 هل كده خطأ؟ لا، الاثنين صح. اذا بيقرب 3 و2 جزءا من 10 الى 3. نيجي مع بعض في امثلة تدرب مستقل، تدرب موجه. مثال 1، لتقريب 74.58 جزءا من 100 الى اقرب جزء من 10 الى اي رقم تنظر؟ وما مقدار 74.58 جزءا من 100 مقربا الى اقرب جزء من 10؟ اول حاجة هنجاوب عليها، لتقريب الكسر العشري الى اقرب جزء من 10 الى اي رقم تنظر؟ نكتب مع بعض الكسر. اول حاجة لازم احدد الاجزاء من 10 او الجزء من 10 فين هو؟ احسنتي، الفايف. طيب الرقم اللي انا هنظر ليه هو، احسنتي، 8. يبقى انا كده جاوبت اول سؤال في المثال. تاني حاجة طالبها مني، ما مقدار 74.58 جزءا من 100 مقربا الى اقرب جزء من 10؟ حددنا الاجزاء من 10 وهي الفايف، ننظر الى الرقم اللي على اليمين 8. هل الايت من الارقام الغنية ام الفقيرة؟ احسنتي، من الغنية، يعني هتضيف لي للفايف 1. هينزل الرقم ازاي؟ 74. الفايف لما ازود لها 1 هتصير 6. ممكن نكتب 0 او بنحذف الزيرو. نيجي مع بعض في مثال 2، تتقاضى خدمة تأجير سيارات رسوما من العملاء وفقا لعدد الكيلومترات التي قطعوها مقربا الى اقرب كيلو متر كلي. سافر عمر مسافة 40.8 جزءا من 10 كيلو متر، ما عدد الكيلومترات التي سيحاسب عليها؟ طبعا عمر. قال لي وضح اجابتك. نيجي مع بعض نكتب الكسر، 40.8 اجزاء من 10، عايز نقربها لأقرب عدد كلي. العدد الكلي هو، احسنتي، قبل البوينت او قبل الفصل العشرية، الفورتي كلها. بننظر على يمين الرقم او ما يمين المنزلة التي اقربها 8، وبنسأل بعض، هل ال 8 من الارقام الغنية ام الفقيرة؟ احسنتي، من الارقام الغنية، يعني معنى كده هتضيف لي 1 للفورتي، هتنزل 41. واكتب البوينت واكتب 0، لان الارقام اللي على يمين الفصل العشرية كلها بعوض عنها باصفار. او ممكن اكتبها بتساوي 41، بتنزل واشيل الفصل العشرية واشيل الزيرو. يبقى ما عدد الكيلومترات التي سيتحاسب عليها؟ طبعا هي 41 كيلو متر. نيجي مع بعض امثلة طبق فهمك. في التمارين من 3 ل 10، قرب كل عدد الى منزلة الرقم الذي تحته خط. مثال 3، 16.5، حطيت لي خط تحت 6 وهي منزلة مين؟ احسنتي، الاحاد، لان احتفنا كل الاعداد اللي قبل البوينت دي اعداد كلية، واول رقم طبعا احاد، بعد كده عشرات وهكذا. الـ6 هنا منزلة احاد، اذا بنظر الى يمين الرقم الـ5. الـ5 عندي وجدت ان هو من الارقام، احسنتي، الغنية، اذا بتضيف لي للـ6 1 تبقى 7. طبعا الارقام اللي على اليسار بتنزل، يعني الرقم هينزل 17.
ممكن اقول 17.0 او بنزلها 17 بس. مثال 4 56.1، حطيت لي خط ايضا تحت منزلة ال 6 وهي الاحاد. بننظر الى اليمين وجدنا ال 1. ال 1 عندي من الارقام الفقيرة، فعلا احسنتي. اذا لا هيضيف اي شيء لل 6، هينزل العدد 56. مثال 5 31 جزءا من 100، حطيت لي خط تحت 3 وهي الاجزاء من 10. بنظر على اليمين وجدت 2. 2 من الارقام الفقيرة، اذا 3 تنزل كما هي. هنزل الكسر ازاي؟ 1 لان الارقام اللي على اليسار ما بتأثرش او بتنزل زي ما هي. point 3 وممكن اضع 0 او بشيله، يعني 1.3 او 1.30. مثال 6 42.78، وحطيت الخط تحت ال 7. بنظر الى يمين الرقم وجدته 8. ال 8 من الارقام الغنية، يعني معنى كده هتضيف لل 7 1. هتنزل الارقام اللي على اليسار كما هي 42 والبوينت ال 7 هتكون 8، وعوض ممكن عن ال 8 ديت ب 0 او ممكن انزلها 42.8. نيجي مع بعض في مثال 8 582.04، حطيت لي خط تحت ال 0 وهو منزلة الاجزاء من 10. بنظر الى اليمين ال 4 وجدتها من الارقام الفقيرة، ما تديش لل 0 اي حاجة. هينزل ازاي؟ 582 الارقام اللي على اليسار تنزل كما هي والبوينت 0. وبكده يكون انتهينا من شرح الجزء الاول من الدرس. ان شاء الله في فيديو اخر نستكمل الجزء الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.